بالنسبة للصيام في شهر رمضان، أهم شيء بالنسبة للمواطنين أو الناس بصورة عامة الاهتمام بالسحور، لأن السحور فيه فائدة كثيرة لإكمال الصيام. وأثناء الفطور لا عدم الإكثار من الأكل الزائد والاعتماد على السوائل خاصة، والتقليل من الأكل الدهنيات أو العصائر أو تقليل من الحلويات، وعدم الإفراط في تناول الفطور لكي لا يؤدي هذا إلى سوء هضم أو مضاعفات بعد الإفطار. والسحور له أهمية، لأنه خاصة أنه بعد ذلك يكون يوم طويل ويوم شاق بالنسبة للموظفين أو الأعمال الحرة أو أي شخص لديه واجبات في أثناء النهار. فوجبة السحور ضرورية جدا، لذلك لتجهيز الجسم بالطاقة ضرورية لإكمال اليوم الكامل. طبعا حسب السنة النبوية يبدأ باللبن أو التمر، وممكن شرب القليل من الماء، وعدم البدء بالعصائر بسرعة، ما احنا نسميها الشربات، وامكن مثلا بعدها بقليل من السوب او الشوربة، فهذا يؤدي الى سهولة هضم المواد الطعام فيما بعد وتقبل المعدة للطعام التالي. بالنسبة للحالات المرضية المزمنة، لا يوجد امراض محددة او معينة لمنع الصيام، ولكن يوجد حالات قليلة أو أمراض شديدة ممكن أن تؤثر على الصيام، وهذا يقدرها الطبيب الاختصاص. فبحال هذه الحالات ممكن الطبيب الاختصاص يقدر حالة المريض، وأن الصيام إذا يؤثر على صحته ممكن أن يجوز له عدم الصيام.